السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج طبيب على الهواء. كما تعودنا دائما أن نقدم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب والصحة، وإيمانا بمبدأنا أن الوقاية خير من العلاج، بيشرفنا وسعدنا النهاردة يكون معنا عالم من أعلام الطب في مصر وقامة كبيرة، وتحديدا في تخصص الكبد والجهاز الهضمي. معنا الأستاذ الدكتور محمد عامر عفيفي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة الأزهر. نورنا دكتور. يا أهلا بيكم. سعادة باللقاء. الله يخليك، ده أنا أسعد. كثر الحديث عن فيروسات الكبد. فيروس سي طبعا ذات في الفترة اللي فاتت دي، والأدوية اللي تمت والقوائم الانتظار اللي كانت موجودة واللي اتشالت والدنيا تمام فيه، شهرته غطت على شهرة فيروس بي. للأسف احنا ما بنروحش للدكتور غير لما بنشتكي وتبقى في مشكلة او حاجة كبيرة جدا، فبنفاجئ ان احنا بالصدفة بنعمل تحاليل، لا ده احنا في عندنا ايه، فيروس. ايه موضوع فيروس بي، وليه الاتجاه كله رايح لسي وبي ده من سي؟ هل لانه مثلا ملوش اضرار؟ لا. لا، هي القصه ايه؟ كان زمان في فيروس الف ايه، هم سموه تبع الحروف الابجديه اي بي سي، تمام، ولقوا ان الفيروس ده بتركيبه وكل حاجه، وعرف نوع ار ان ايه، وانه بيجي عن طريق الاكل والشرب والحد كله. وبعدين في بدايه الستينيات واحد عالم استرالي اكتشف حاجه غريبه قوي في مصل الدم بعض المرضى بجسيم معين سماه فيروس بي. يعني هو كمان اكتشفه بالصدفه. اكتشفه بالصدفه. في اواخر الثمانينات لقينا الناس ما بين فيروس A وفيروس B، طب كان في مجموعه لوحدهم سموهم النون A نون B، اللي هو احنا مش عارفين ده ملته ايه بالظبط، مش عارفين ملته ايه، بقى لك لا هو A ولا هو B، اللي ما يتسماش يعني. بعدين اكتشفوا بعد البي فيروس دي، وبعدين اكتشف فيروس C في اواخر الثمانينات، وبدات قصه فيروس C. وبقى عندنا ايه وبي وسي. عندنا ايه وبي وسي، وفي دي، بس الدي ده بيجي كده يعني، بيجي على الجنب كده مع فيروس بي. تمام. وفي ايه بعد كده، وفي حاجات اكتشفها تانية. فكان اشهرهم فيروس سي. لما بصوا لقى مجموعه النون ايه نون بي دي مجموعه كبيره، طلع بعد كده اكتشف انهم دول بتوع فيروس سي. وبدات قصه فيروس سي من اواخر الثمانينات واوائل التسعينيات هذا القرن. الى ما تم الوصول اليه، الى ما تم الوصول الى الادويه الحديثه اللي بتتاخد بالفم وبتقضي تماما على الفيروس في فوق من 90 او 95% من الحالات. وده انجاز في حد ذاته. هو انجاز علمي. وبالنسبه لمصر انجاز قومي الحقيقه، لان كون الجهود، احنا لو نرجع بالذاكره 3-4 سنين ورا، كان السوفالدي ده كان حاجه يعني صعبه المنال ومش موجود غالي على الاغنياء. ليه؟ كان اول ما اكتشف الكبسوله الواحده ب $1000. يبقى لو واحد مريض هياخد 3 شهور في 28000 84000 دولار. يعني العيان بيبلع كبسوله ب $1000. لما جت اللجنه القوميه وجهود الحكومه والحد كلها، وبدا عمليه تفاوض ان احنا بلد لنا وضع خاص في منظمه الصحه العالميه والمرض عندنا دريا، بنتخذ القوانين دريا. فكان ان هو بدا يصنع هنا، وبدا ينزل باسعار خاصه للمرضى المصريين، اللي هو ما فيش مقارنه اصلا بره. ده جهد مشكور. ده جهد اصلا. هقول لك الجهد دي اهميته، لان انا النهارده اما نجد الاول كان في تطبيق قائمه الاول كان ما بتبقاش غير في المراكز اللي هي تابعة للدوله، وبعدين بدا يوزع، وبعدين بدات شركات الادويه تجيب تصريح بتصنيعه، وبدا التنافس بين الشركات المصريه، ودي كانت حاجه حسنه حلوه في المنافسه الحقيقه. والنجاح بقى مش للحكومه ولا اللجنه القوميه، للمريض. هو المستفيد من ده. اذا انت تخيلت النهارده المريض بيجي لنا، مش هقول بقى بيروح الحكومه، بيجي في العياده تقول له طب مش قادر اشتري من كشري في الدواء، يقول لك لا انا اقدر اشتري، لانه اصبح العلاج في متناول الشخص العادي. وده في حد ذاته ده انجاز ونجاح. قمة الانجاز والنجاح الحقيقه الواحد يعني لا يتصورها، ان انا كمريض اقدر اشتري العلاج، حتى ما استناش دعم من الحكومه او من جمعيه
او من تامين صحي او الى اخره، ان انا اقدر بيرجي مرضى يقول لك انا اقدر اشتري ده.